Where are you from? We're from France. France, how are you? What's your name? My name is Farid. Farid? Yes, Farid. You look, you have a... I'm originally from Algeria. Algeria? Yes, Nice to meet you. My name is Taymour. Nice to meet you. Do you know any Arab dishes? Yeah, I know many of them. I'm living in Dubai since 10 years and they are my guests here today. You know maklouga? Maklouga, no. I know, I don't know the other one, but Lebanese food mainly. Do you know msakhan? Have you heard of msakhan? No, never. Mansaf? No, not so much. Nothing. Mansaf, you should look up mansaf. Mansaf. It's a traditional Jordanian food. Okay. It's about rice, meat. Okay, yeah. Yogurt. Yeah, that looks nice. Yeah. Yes. And some nuts on it. Okay. I'll try it. Promise. I'll try it one. Yes, I will try it. Yes. Sure. Enjoy your meal. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you very much. Bye bye. وهلا دخلنا على المطبخ وبدي اعرفكم على المعلم عبد الله اللي هو الجيل الثاني من كافيتيريا الملاح. كيفك؟ شو اخبارك؟ حبيبي تمام؟ حبيبي كلك زور. انا بشكرك على استقبالك الدافي لي. حبيبي. ويعني جايينك من عمان يعني مستلحمين على صحن المشاوي. والله جيت على المحل المضبوط 100% ويعني غني عن التعريف. حبيب قلبي كلك. بس انا اللي بدي اسالك اياه، قالوا لي انه الحج منصور، الله يخلي لك اياه، الحاج منصور بلش المحل مش بالمشاوي، بلش بيه. مزبوط، بلش بالعصير. هو بلش بالعصير، هو بلش من 47 سنة، يعني بلش أصلاً كان فكرته عصير بس، كوكتيلات وشيكس وهيك. حلو والله. وكان أصلاً بلش بأبو ظبي يعني، بعدين فتح، لما فتح بدبي هذا أول فرع من 89 فتح، صار 41 سنة تقريباً. ما شاء الله، الحمد لله. وسع، شاف يعني شاف فرص بهالماركت، بهالسوق هذا، والله وسع. صار هذا المطعم اللي انتم شايفينه هلا، بعد من 41 سنه هلا، المشاوي، شاورما، معجنات، مقبلات، مازات لبنانيه، كل شيء يعني. صار مطعم يعني، مطعم كامل. وانا دائما بحلقات شيف ما دائما ببحث عن القصه قبل الاكل. اكيد يعني بحب اربط اثنين مع بعض، لانه القصه مع الاكل بيطلع الصحن عندك شيء مشهي عن جد، بيكون له حكايه يعني. بيكون له قصه. ونحن الحمد لله هذا الشيء متسخر فيه نحن يعني، كمطعم اسم الملاح طبعا. اللي نحن الحاج منصور الوالد يعني بناه من 41 سنه يعني، ولهلا الحمد لله لهلا مضاينين فيه يعني. الحمد لله. وهو يعني ما في شيء خلانا نوقف غير هالاسم وغير هالتعب اللي تعبناه، تعب ابي. ونحن ان شاء الله انا وخيي في علي كمان، خيي ناويين نكفي هالمسيرة، مسيرة الجيل الثاني مثل ما قلت، كان بخطى الوالد يعني، للسنين اللي قدام ان شاء الله. طيب هلا صحن المشاوي المشكل ايش فيه؟ هلا بدك تغني لي انت. هلا مشاوي هذا خليه علي، بدك تغني لي، بدك تفرجيني كيف تعمله وكيف تشويه، كيف تحطه على المشاوي على المطبخ، بتشوفه بعيونك، حاعمل لك صحن مشاوي مشكل على كيفك. يا سلام يا سلام، تفضل. تفضل نفوت على المطبخ. يلا انا بعدك. ايوه، شايفين يا جماعه احلى شيء تصوره مطاعم بسيطه هيك، تحس حالك قاعد بملحمه، مش مطعم ملحمه. أيوة. هون السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اهلا وسهلا. عم ربيع، طبعا انا تعرفت على عم ربيع قبل التصوير، قرر هو ماسك مدير المحل يعني، بس قرر هو يشوي لي كل شيء بايديه. نحن كل شيء اوثنتك يعني، كل شيء بايديه بحب يعمله. الله يسعدك يا زلمه. بشوفك انت هيك بلشت بالمشاوي على طول، فيش عندك رحمه. بدنا ناكل خلص. طيب يا زلمه، بس احنا شوي بدنا نخبر الناس يعني، اعطيني شوي هيك ايش النكهات اللي بتستعملها يعني، اعطيني خلطه الكباب، خلطه الطاووق، اللحمه اكيد زي ما هي، ملح وفلفل اسود، بس خبرني عن الكباب والطوق. هلا خلطة الكباب هي معروفة، إيه؟ بصل وبقدونس، بس ما في أكثر من هيك. حب أكيد، النفسية على 90%. هذا أحلى حكي بسمعه أنا، ما في غير هيك. والطوق؟ الطوق هي التتبيلة العادية، ملح وبهار والصوصات العادية يعني، صوصات زي لبن مش لبن، بنستعملها جدي وجدك. لبن مش لبن، رب بندورة مش رب بندورة. ما بنستعمل لبن، لأنه اللبن بتجيبه بينحط للأشياء القاسية. طالما عندك أشياء فريش ليش تجيب لبن؟ كل شيء فريش عندك؟ ما في، كل شيء فريش. اللحمة إيش؟ لوكال. لوكال محلية. لوكال يا سيدي، مش عارف شو أحكي لك أنا يا سيدي. طيب بس يخلص أكل بنحكي. 100% 100%. وأنا سمعت شغلة كمان، إنه عندكم صحن تبولة بيحكي حكي بيغرب. هلا هي التبولة معروفة لبنانية، ونحن كلبنانية. لا بس هون في هيك لمسة خفيفة هيك. نهي التبولة لبنانية ونحن كلبنانية. حكولي اسأل
السيد ربيع ايش في شيء غير عنده بالتبوله؟ هلا في عندك تبوله، في عندك فتوش، لا نفس التبوله. لا هلا هي التبوله ما فيني خبرك اياها، هيدي ستي علمتني اياها من 45 سنه، ما فيني خبرك اياها. خلص ماشي، الله يكرمك. مندوقة وبنحكي، كرم عينك. 100% حبيب قلبي 100%. طيب صحن مشاوي فيه رياش شيش طاووق، وكفته ولحم مشوي شقف اللي هو التكه، وهذا جاي معانا اليوم. هاي العرى بتجي الخبزه الحره يا حبيبي. طيب العرايس وين بتنعمل العرايس؟ العرايس كمان تنعمل هون. طيب ورجيني يا العرايس، ليش استنى؟ شو عم تنطر؟ شو عم تنطر سيد ربيع؟ ها؟ ورجيني العرايس، افتح لي هيك على الكاميرا العرايس. ايش الخلطة طيب؟ عادي، خلطة الكباب. يا زلمة. أبداً. يا زلمة. طيب ماشي يلا. ذكرنا لك شو السر بعد الأكلة. خلص بعد تحت الهواء بدك تحكي لي السر؟ أكيد. يلا ماشي. ماشي يا جماعة. بدنا نحضر هلا صحن المشاوي هون عند كافيتيريا الملاح، وزي ما عرفتوا ايش المكونات اللي موجود فيها. رح اطلع برا اقعد انا وحبيب قلبي عبد الله والاستاذ ربيع، نجرب هالاكله الطيبه ونحكي لكم عنها. وخليكم معي شيف مان دبي كافيتيريا الملاح. هيك يا جماعة وصلنا لأهم جزء بحلقة شيف مان دبي لليوم. جزء الأكل هلا. جزء الأكل، جزء الأكل اللي نحكي فيه هلا، إحنا قاعدين برا طبعاً. المهم يا سيدي العزيز، أول إشي نبلش نحكي فيه تبولة. هي التبولة مشهورة أكل لبنانية تراث. أكيد. تبولة بصل بندورة والصوص اللي بنحط لها زيت زيتون بلدي. هذا كله مع الليمون. بس الفرق بالبصله بنحنا بنستعمل البصله الحمراء. هي هاي انا هذا اول شيء ضربت عيني عليه. دوقه. هلا دوقه. بسم الله. بسم الله. تمام. زينة. هاي فضحنا ربيع بالسر، شو بدك احلى من هيك كمان؟ لا لا سر واحد ما بيحكيش كل شيء ربيع، انا بعرفه. بعدين انا بحب كيف الخبز عندكم بكياس مسكره. طلع خبزه قديش طريه. اول شيء انا راح احكي عنه قبل ما نوصل لعند المشاوي، لانه انا لما بشوف الشاورما بضعف. اوكي حاطينه بالعاده. هلا شو بدنا نعمل؟ نبلش باللحم ولا بالدجاج؟ انا شخصيا بفضل الدجاج، بس اللحم كمان. اللحمه لحمي لوكال بلدي. بنحط بندوره، هاي أول لقمة منجربها من عند مطعم الملاح، نقول بسم الله. الله يكون على ذوقك. شاورما اللحمة نحن بالملاح بتبيلها بطريقة شوي مميزة. أول شيء اللحمة فريش، ثاني شيء عندك البهارات هي السبع بهارات والعادية، وثاني شيء بيضيف عليا إنه بيخليها لتاني يوم تطرى اللحم شوي اكثر. بعدين بنيجي وين التو؟ ايوه فكرت زعلني منك لا يا زلمه، عشان التصوير كان المفروض احط ضربه التوم وين؟ تحت. تحت. بس انا بدي اضربها وين؟ فوق. هاي حكايه. قول بسم الله.